وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال المفروض اللي احنا يعني جايين نكمل السلسله بتاعتنا السكنات اللي دايما بنعملها وبندخل بيها ونفاجئ بيها الناس في باب البيوت، وهل فعلا الابطال بيعرفوها ولا لا؟ في سكنات بيعرفوها وفي سكنات ما بيعرفوهاش، ولكن فيديو النهارده واحد من الشخصيات بجد المشهوره جدا 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 وهو المو صلاح. بالظبط كده هنعمل سكن النهارده محمد صلاح وهندخل بيه باب البيوت، يعني هنجيب تيشيرت كده زي فيديو كريستيانو رونالدو ابطال لو تفتكروه، بصراحه حاجه جامده جدا. وعايز ابطال اشكركم بجد بجد على اللي احنا قربنا نوصل 100,000 مشترك. والله يا ابطال انا مش مصدق، يعني دي تاني 100,000 مشترك اشوفها بجد يا ابطال، وسعيد جدا وان شاء الله باذن الله. استنوا مقطع ال 100,000 مشترك، والله يا ابطال هيبقى مقطع جامد جدا غير المقاطع اللي انا بعملها دي، عارفين هيبقى فيه جوائز ليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ قبل ما تقولش اي حاجه، ما تقولش اي حاجه. عامة يا ابطال متحمس جدا، قبل ما نبدا الفيديو النهارده حط لايك للفيديو واشتركوا في القناه عشان نبدا نوصل 100,000 مشترك. ويلا بينا يا ابطال عشان دلوقتي، يعني انا مش هحط السماعه، السماعه جنبي انا مش هحط ليه لما ندخل بقى باب البيوت. خلونا دلوقتي نكتب محمد، انا كتبتها غلط كده ولا ايه؟ ايوه محمد صلاح، كويس قوي. بعديها ندوس على الافاتار شوب، اكيد هيجيب لنا التيشيرت بتاعه. تمام، خلونا دلوقتي يعني حتى لو ما جاش يا ابطال خلونا نكتب مو صلاح. تمام، مو صلاح ايزي. خلونا كده يا ابطال نشوف يا ترى مثلا هيجي لنا ايه. زي ما انتم شايفين يا ابطال جالنا صور، جالنا صور بس، وانا بصراحه ما بحبش ايه الجو ده. ازاي يعني؟ ايه ده؟ ثانيه، وات؟ محمد صلاح بمليار روبوكس؟ يعني والله محمد صلاح كان نفسي اشتريك، ولكن الموضوع مش سهل، مش للدرجه. بص عامل زي، حتى عامل زي، والله محمد صلاح صعب. مليار روبوكس لو معايا مش عارف. بص التيشيرت عامل زي يا جدعان. لا لا مش هو ده، خلونا نرجع كده ونكتب هنا مو صلاح. تمام، ونعملها التيشيرتات. ايوه كده، هو ده الكلام يا ابطال، وهو ده اللي انا عايزه. تمام، زي ما انتم شايفين يا ابطال ممكن مثلا نشتري ده ونشتري ده. شوفوا يا ابطال ده وده، يعني انا عايز اشوف بصراحه من ورا مكتوب ايه، ولكن هم كاتبين مو صلاح. تمام، ما اعرفش هل مكتوب من ورا التيشيرت مو صلاح ولا لا، ولكن خلونا نثق فيهم. انا هدوس كده، انا عندي فكره، ندوس كده. تمام، ما ينفعش بردك، ماشي خلاص. تمام، عامه هو عليا زي الفل يا ابطال. تمام، خلونا نشتري دلوقتي حالا، يلا بينا باي ناو، يلا يا باشا. تمام، واشتريت ده كمان. هو ده الكلام، هو ده الكلام يا ابطال. خلونا دلوقتي حالا نروح على الافاتار ونلبس يا باشا. خلونا بس ايه نعمل كده. تمام، والله متحمس. اتنين مو صلاح يا جدعان، واللبس انا بصراحه اللبس شكله شيك، اللبس شكله جامد قوي ورياضي زي بالظبط كريستيانو رونالدو. خلينا ابطال نعمل ريفرش. انا ما اعرفش بصراحه وقت تصوير الفيديو لعبه روبلوكس فيها مشكله ولا ايه، تحسها بطيئه صح؟ انا عارف. ماشي تمام، والمفروض ان احنا نعمل سكن نفس لا 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 الجمدان، والله جامد. بقول لكم ايه، تمام انا عايز اعمل حاجه بردك ليها علاقه بالكوره، ولكن واضح ان احنا مش هنعرف يعني نعمل اي حاجه ليها علاقه بالكوره، ولكن كفايه التيشيرت، كفايه التيشيرت. خلونا يا ابطال دلوقتي ندخل على بروك هافن. هي راحت فين؟ ليتس جو يا بروك يا هافن، وليتس جو يا ابطال. خلونا ندخل دلوقتي ونشوف هل فعلا هيعرفونا اللي احنا محمد صلاح ولا مش هيعرفوا. وزي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي يعتبر عملنا سكين محمد صلاح، ولكن بقول لكم ايه، ايه ده؟ او ماي جاد، ده كسبوا عليا حرفيا، والله ابطال كسبوا عليا. بصوا مش مكتوب اي حاجه ورا، وعكاز من اولها كده. بقول لكم يا ابطال انا المفروض كده انا شكلي ايبي جيمنج جدا بصراحه، لازم اغير الشعر بسرعه جدا لان محمد صلاح مش شعره كده يعني. هضطر استخبى بسرعه 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 بسرعه. يلا بلال استخبى. ايه ده اللي انت عملته ده يا بلال؟ مرحله الهروب بسرعه، وقت الهروب، وقت الهروب. استخبى فين؟ استخبى فين؟ الواد ده هيجي ورايا. ماشي ممكن نستخبى في المكان ده مؤقتا يعني. خلونا كده يا ابطال بسرعه نجيب. فين الشعر؟ فين الشعر يا بلال؟ فين الشعر؟ بالظبط هو ده محمد صلاح يا ابطال، عنده شعر كتير قوي اكيد انتوا كلكم عارفين محمد صلاح. لا محمد صلاح مش كده خالص. خلونا كده يا ابطال نعمل ممكن كده بردك مش قوي كده. ماشي تمام، هو المفروض اللي هو شعره اسود عادي. ماشي خلونا ننزل 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 ننزل. هو ممكن يكون ده؟ لا 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 والله شكله غريب. لا لا مش عامل صح خالص. والله ممكن يكون كده بس بردك مش قوي. ممكن يكون ده بردك، ممكن يعني. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، انا ظبطته صح ولا ايه؟ انا متوقع ان ممكن يكون هو ده. لان ابطال ده بقى ممكن مثلا نعمله كده. ايوه بس هو كده، كده لاعب كرة قدم جامد، ولكن والله ابطال حاسس اللي هو يعني مش معروف يعني. انا المشكله ابطال المفروض يكون مكتوب هنا تحت ورا مو صلاح. شكرا اللي عمل التيشيرت. ماشي ابطال خلاص. او ماي جاد بلال، هلا والله. او ماي جاد ابطال ده في ابطال جيمنج، هلا والله. السلام عليكم. ما نشوف يا ابطال، والله شكلي يعني هو شكلي مش محمد صلاح بس. هلا والله يا كابتن. خلينا ابطال اقول لهم
معايا ليكم تحدي. انا وطن اقول لهم معايا ليهم تحدي. ليتس جو. وحشتنا والله ابطال. يعني خلاص السلسله قربت تخلص اصلا. انا اعرف الشخصيه دي. وات؟ طب قول. لا 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 من اول انا لسه ما قلتش اي حاجه. يا جماعه الفيديو يخلص دلوقتي كده. واحد ممكن قهوه وند. لا لا دول الناس مش معانا اصلا. يعني اما نشوف الابطال هيقولوا ايه. هيقول لي هو ده الولد ابطال. خلينا نركز معاه عشان هو ده اللي قال انا اعرف الشخصيه دي اسمها ايه. يا ترى ده اخوه ده ولا ايه؟ ماشي ما علينا. بلال او ماي جاد انا اتعرفت. شخصيه محمد يا جامد. دودي جابها صح. والله عاش عليك يا دودي. ولكن انت كده تخلي الفيديو يخلص بسرعه. المفروض يعني عاش والله عليك بطل ابطال. طب يعني انا مش عارف. خلوك يعني نروح نقول للناس دي البنات. هلا والله. اهلا. ثانيه يا جماعه لحظه. تعرفوا يا بنات. ثانيه بس هقول لكم على حاجه. تعرفوا مين الشخصيه؟ والله العظيم اخلي ابطال تهجم عليكم. بقول لكم ايه، تعرفوا مين الشخصيه دي؟ ولا انا اسوق؟ ايه ده، ما ينفعش سوق. يلا يا ابطال كلنا نقعد على العربيه دي. بهزر والله انا ماليش دعوه. استنى يا ابطال خلينا نشوف بيقول ايه. انا اكون صديقه اولى ما اعرفش ايه كذا تعرفوا. ده انا اللي كتبت دي. انا مش عارف بس انتوا بتكتبوا ايه. في بنات جوه كتير. خلونا كده انا محترف. ايوه يا باشا دودي هو ابطال اللي جابها. دودي بطل. دودي هو اللي جابها والله. عشان ايه بجيمنج منورين والله. ابطال منورين اقسم بالله منورين. بس انا ابطال شكل محمد صلاح يعني. ولا انا بكذب على نفسي؟ طب ولا هم الابطال عرفوها ازاي؟ حاسس ابطال بجد اللي هو مش شكل محمد صلاح ده. مش ايه ده، حد بيضرب محمد صلاح المفروض وراه ماتش يا جدعان. وراه ماتش. بقول لكم ايه، تعالوا نلعب كوره. خلينا ابطال نقول لهم مادام انتوا عرفتوا الشخصيه دي تعالوا نلعب كورة. يلا بينا يا ابطال نروح عند المدرسة دلوقتي حالا. يلا بينا ليتس جو. خلينا ندوس 54. يلا خلينا. شاب محمد صلاح يركب عجلة لأول مرة في حياتي. شوف محمد صلاح يركب عجلة ازاي. خلينا نروح نلف من الناحية التانية. يلا حماس. يلا بينا الملعب اهو. ايه ده، فين ده؟ تمام. خلينا بسرعة الملعب اهو. يلا ليتس جو. تمام بس كده. نزل يا باشا كوره. هات لنا. ايوه بص ليتس جو محمد صلاح. يا لهوي. استنى ازاي ايه الكوره الزعلانه دي؟ والله لا ما تطلعش اوت. بصي هي ده اشمعنى يعني؟ هو عشان انت منزل الكوره. لا لا تقع والله. لا 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 ايوه كده اديله. شوف بقى الجول اللي هجيبه. بصراحه الكوره بتتحرك بصعوبه. المشكله ابطال. ايوه يا لهوي دي كده مش هتعرف تطلع. انت كده انساها خلاص يا ابطال. انا هجيب كوره ثانيه. بص محمد صلاح هيعمل ايه. في العرض ده. كمان في العرض مش هتيجي جول ليه؟ ايوه حد يباصي وانا اشوط. يلا بسرعه. ثانيه يا ابطال كده. يلا بقى مين يشوط؟ محمد صلاح هنا ليه؟ ايوه بقى يا جدعان يا عم دودي خلاتي جون. محمد صلاح كاسفه. بقول لك ايه، الناس كتير قوي الجماهير بتتفرج عايزينها تيجي جون. مش عايز تمشي. لا والله العظيم ده خم. ده في حد رابطها بحبل. ما ايوه كده. يلا جون. يا كوره اللي بتاكلي هوا يا ستي بقى. جون اخيرا. يا جدعان جون. ماليش دعوه والله ملجلج اصلا. ماليش دعوه ولكن عايش اقسم بالله ابطال. خلينا ابطال بيقولوا لي ايوه بصور. واضح ان هم مش عارفين ان انا بصور ولا ايه. عم وقف. ايه ده؟ عم وقف ايه؟ تصور الحين؟ ايوه يا عم. انت زعلان كده ليه بس؟ ايه ده بيعمل ايه ده؟ انتوا بتغيروش اشكالكم ولا ايه؟ اخيرا هلا والله منورين. واضح ان ده اول مره يطلع معايا في التصوير. واضح كده ما دام قال يا ابطال كلمه اخيرا. اما نشوف دي بتقول ايه ولا ده. واقف التصوير عايز اكلمك. عايزين تقولوا لي يا جدعان؟ انا محترف صح يا بطل الابطال. حماس والله يا ابطال. والله العظيم حماس. والمفروض انتوا يا جدعان بتقولوا لي ايه؟ لانك جميل كتير يا جدعان الكلام الحلو يا جدعان. واحده واحده عليا يعني. الكلام الحلو ده ما بعرفش اقول اللي فيه بصراحه. عايز اقول كلام زيكم حلو بس مش عارف اقول لكم. يعني انا الفيديو وانا واقف. بصوا وانا واقف على. بقول لكم ايه، وانا واقف على العرضه بس. محمد صلاح بقى يا جدعان يعني اللي بيجيب اجوان كل ماتش على طول. ويعتبر بس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه مع تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده. ايبي جيمنج اكسوي. سلام.